مرحبا بكم. اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم ريهام بن علي اللي تعرفوها الناس الكل قدمها على شابي على اساس انها عندها برنامج جديد اسمه انستا ناف، كما تعرفوا حضرت معنا في الورتانية، وعلى شابي عطاها صورة مزيانة ياسر. لكن اليوم نكتشفوا انه تنسحب من البرنامج هذا، والسبب كان صادم. الناس الكل قالوا انه سبب هذا انه التسجيلات الصوتية اللي خرجت على شابي، وكما تعرفوا المشكلة اللي صارت له زادة من اللول بكل على عائلته. لكن اليوم بسبب التسجيلات الصوتيه والدناء نتاع علاء وسمير، اليوم ريهام بن علي ما تنجمش تحطم الكاريير نتاعها وتخدم مع شخص كيما هكا، معناها القيل والقال، معناها يذكر في اعلاميين ويحكي عليهم بالخايب. اليوم هي فهمت روحها بروحها، او خافت العباد معناها مخها يمشي لبعيد ويقول انه ثم حاجه ما بيناتهم. على ذيك ريهام معناها انسحبت من البرنامج هذا وكرمت روحها بروحها، مش متبقاش في القيل والقال والعباد يشوهوا سمعتها.